الجمهورية الصحراوية لا توجد فقط اليوم في حالة دفاع مشروع عن النفس وعن سيادتها الوطنية، بل هي في حالة دفاع مستميت عن مبادئ الاتحاد الإفريقي المحددة بأوضوح في قانونه التأسيسي الذي يحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء. ولذلك فهي تطالب الاتحاد الإفريقي بتحمل المسؤولية والتدخل لوضع حد لهذا الانتهاك المغربي الخطير الذي هو سابقة إن لم يتم ردعها فستشكل خطرا محدقا ببلدان القارة الإفريقية، كونه يهدد بتقويض ركيزة أساسية للسلم والأمن والاستقرار فيها، وهي مبدأ احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار.